مش مسيس. يعني احنا لو نعتنا القضاء بانه مسيس فده جميله للقضاء المصري. هو القضاء المصري معسكر، وزي ما قال الاستاذي الاستاذ طارق العوضي، مصر عباره عن معسكر كبير. معسكر بقى ده حتى اليات ولوائح اللي بتحكم المعسكرات اللي فيها الجنود اللي بيأدوا دورهم في الخدمه الوطنيه هي لوائح ارحم واكثر عدلا بكتير من اللي احنا بنعانيه. واضيف عن القضاء مسيس او معسكر ان في قضاء كمان بيتطوعوا لتربية الثوار. يعني الكلمة دي من على لسان قاضي بدون ذكر اسمه، أنا حتى لو السلطة ما وجهتنيش فأنا دوري كشخص كبير زي أبوه إني أربيه. فالقضاء من قوانين تطبق ومن عدل وعدالة وإنصاف ومنبر للمواطن عشان يقدر ياخد حقه، بقى يا إما منبر للسلطة يا اما منبر لتحقيق الذات، ولو ما عرفش يربي ابنه في البيت فهيربي السائر اللي قدامه عشان ينتصر لذاته. دي نقطه. النقطه الثانيه بس عاوز برضو اضيف على مصطفى حاجه، ان محمد سلطان هو اكتر مواطن مصري بيعاني من الاهمال الطبي جوه السجون وعلى مسؤوليتي. مفيش مواطن مصري جوه سجن الان بيعاني نفس معاناه محمد سلطان. هو طبعا كل اصدقائنا وزملائنا في السجن بيعانوا، بس محمد سلطان قرر لحد اللحظه دي انه يدافع عن حريته بجسده. يعني لا يملك صوت ولا يملك مساحه في الشارع ولا يملك منبر، فقرر ان جسمه يكون هو الرسالة اللي بتوجه للسلطة عشان تقول لها انت سلطة قمعية، انت سلطة عسكرية مستبدة، انت سلطة جات على جثث الناس. قانون التظاهر هو برضو انا زعلان ان انا بقول عليه قانون، لان هو فعلا ليس له من القانون شيئا بالمره. مفيش قانون في الدنيا اسمه قانون التظاهر. كل الدول اللي بيتشدقوا بيها انها دول حريات ودول الامن لازم يجيوا اسمه اختار بالتظاهر. انا هدي دايره الاسم اللي انا فيها ورقه اقول له انا هتظاهر في حته فلانيه فيحميني. بس في مصر لا، في مصر بتوع السيسي يربطوا البيادات على دماغتهم وينزلوا قدام دار القضاء العالي، فده مظاهره مصرحه. طب يا عم انت وريتني تصريح، وريني انشره، طيب قول ده تصريح المظاهره الفلانيه عشان احنا نخرس وما نتكلمش. يجي او ابناء مبارك يقطعوا الكورنيش عشان يقولوا كل سنه وانت طيب، فما تبقى مظاهره ما بتقطعش طريق. ده مش قاطع طريق، ده بيعيدوا على الريس. يجي مواطن اسمه كاجو، ممكن يكون في القاعه هنا، شاب من شباب الثوره، يتمسك معاه جواب في محطه مترو وتتعمل له قضيه تجمهر شاب. دي مش الحادثه الاولى، دي في ثلاث محاضر قيدوا في سنه 2014 لاشخاص فراده التهمه فيها التجمهر. التهمه فيها التجمهر، يعني هي مش سلطه قمعيه بس، لا دي سلطه قمعيه وبتصدر غبائها عن هو اكتر اليه للقمع. يعني انا ظابط وقاعد على مكتب، انا وكيل نيابه وهجي لي المحضر وهبص فيه هو شخص ومكتوب له تجمهر. ده جبروت، ده فجر. في فجر. السلطه دي مش سلطه قمعيه، سلطه فجره. سلطه بتدرس اليات الحكم القمعي لكل العالم. قبل ما ادخل القاعه دي صديق ليا عزيز جدا وبعتبره اخ بدون ذكر اسمه قال لي ما تهتفش يسقط حكم العسكر. بس انا وانا هسمع كلامه مش هتهتف يسقط حكم العسكر، بس هو لازم يتداس على دماغه العسكر بالجزم عشان يعرفوا ان المواطن المصري ده هيجي له يوم وفعلا بشكل فعلي يدوس عليهم في الشوارع بالجزم. لما يبقى مواطن واخته جوه بنزينه بيمونه بنزينه وطنيه والكلب العسكري اللي واقف يتحرش بالست وهو يدافع عنها، الاثنين يتكلبشوا ويترموا في حمام البنزينه لحد الشرطه العسكريه بتيجي تاخدهم ويقول لي ما تهتفش حكم يسقط حكم العسكر. طب انا كشخص انا مش ولا محامي ولا مهتم ولا اي حاجه، كمواطن عاوز يعيش في البلد ديت، لما اجي ادخل بنزينه عشان امون لازم اقف قبلها خمس دقائق افكر هخرج انا ومراتي ولا انا وامي منها سلام ولا لا؟ ده اقل ما يمكن وصفه بالحكم الحالي، هو اقذر حكم فاشي مر في العصر الحديث. هرجع تاني للقضاء.
واقول ان القضاء ليس قضاء مسيس، وان القضاء هو قضاء يعني قضاء ببدله كاكي ببدله ميري ينفذ اوامر السلطه دون التفكير ودون المراجعه لضمائرهم ودون مراجعه للقانون. هذا القضاء ما هو الا اداه قمع في ايد سلطه عسكريه باطشه، اقل ما يقول عنها انها سلطه قذره اتت على جثث المواطنين. وشكرا.